السلام عليكم ومرحبا بكم قوتي في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة المنتخب المغربي في شان 2022 المقام حاليا في الجزائر. والموضوع الثاني اللي غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو هو ما هي حظوظ المنتخب الجزائري المحلي في شان 2022، واسكو يقدر يديها هذا المنتخب ولا لا بقيادة المدرب مجيد بوغرو. كاع هذا الشيء غادي نشوفوه في هذا الفيديو، لكن قبل ما نبدو في الفيديو بغيت نطلب منكم حاجة، دير ابوني الا ماكش ابوني فلاشر مارك خاسر والو، ودير لايك للفيديو وشي كومونتير شباب باش تموتيفيني للمواصلة في هذا المحتوى وتقديم المزيد. ليتس جو خوتي، ندخلوا في الفيديو ما نطولش عليكم، وغادي الفيديو ان شاء الله يعجبكم. بون خوتي، الموضوع الاول اللي غادي نهضروا عليه هو المنتخب الجزائري. اسكو هذا المنتخب يقدر يدي هذه البطوله شان المقامه حاليا في الجزائر ولا ما يقدرش يديها؟ على حسب ما شفنا في المباراه اللي البارح لعبها امام فريق الليبي والمنتخب الليبي الشقيق بيان سور، شفنا المنتخب قدم اداء متواضع جدا، شفناه حاول وقدر يفوز بركله جزاء. حاليين ايضا محيوس ومعاذ اللافي والهدف الاول والهدف القصيره اللي استثمرها الحقيقه ايضا محيوس، تدخل كان معاذ اللافي مع ايمن محيوس، وهذه ركله جزاء كانت مستحقه صراحه. كان خطا كبير من المدافع، ثم شفنا الحارس ارتكب خطا وقرد المهاجم تاع المنتخب تاعنا. تعمدنا ضغط على سيرتو، خطر وقدر يسجلها لاعب المنتخب الجزائري ويتقدم في النتيجة، وقدر المنتخب تاعنا يحافظ على النتيجة حتى نهاية المباراة رغم الفرص الخطيرة من المنتخب الليبي، لكن الجزائريين والدفاع الجزائري كان لها بالمرصاد. وشفنا فرصة خطيرة في الشوط الثاني، ضربة بارة وكانوا قريب يعدلوا المنتخب الليبي، كان قريب يعدلنا. مباراة صراحة كانت صعبة على الطرفين، لكن في الأخير حقق المنتخب المحلي تاعنا المطلوب منه في المباراة الافتتاحية، وقدر يفوز ويحقق 3 نقاط ثمينة. والأداء صراحة كما قلت لكم كان متواضع، مشي جيد ومشي سيء، كان متواضع رغم أنه الجماهير الجزائرية كانت حاضرة في الملعب وتشجع في اللاعبين، لكن ما كانش كاين الكثير من المحاولات. شفنا لعب عادي ومتواضع من المنتخب تاعنا المحلي، لكن انا نظن ونتفائل باللي المنتخب تاعنا قد يقدر على الاقل يوصل النصف النهائي. وش نتمنى انا كجزائري؟ نتمنى بينسي المنتخب المحلي تاعنا يحقق الفوز بهذه البطوله، لانه هذه البطوله احنا رانا منظمينها، وفي الاراضي تاعنا تم عدنا الجماهير تاعنا الدعم الجماهيري، وايضا عندنا لاعبين تكون عندهم كوراج اكثر ونفسيه اكثر لانهم يلعبوا في اراضيهم ويلعبوا امام الجماهير تاعهم، ثم خاصهم يستفادوا من هذه الميزه ويحققوا المطلوب منهم هو البطوله ولا شيء غير البطوله، اللقب ولا شيء غير اللقب. وشفنا ايضا في هذا اللقاء تالق اللاعب ايمن محيوس لاعب ومهاجم فريق ليسمو، تالق وسجل هدف من ركله جزاء. وشفنا ايضا تالق اللاعب حسام مرازيق، هذا اللاعب ايضا تالق وتحصل على جائزه لاعب المباراه، وصراحه هذا الشيء يفرح لان هذا الشيء يعطي موتيفاسيون للاعبين باش يزيدوا يقدموا اكثر واكثر، وايضا يموتيفيهم للمباراه الجايه وكامل هذه البطوله. وايضا قدروا نشوفوها في المنتخب الاول، المنتخب تاعنا ليكيب ناسيونال ا الفريق جمال بالماضي. المهم خوتي، ندخلوا دروك للموضوع الأهم، هو على المنتخب المغربي رفض يشارك في هذه البطولة، ما هي الأسباب وعلاش رفضوا يشاركوا؟ الحاجة الأولى اللي نعرفوها كاين خلافات سياسية وقطعوا العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المغرب والجزائر، ثم لا يوجد خطوط جوية بين الجزائر والمغرب لأن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين. لهذا شفنا المنتخب المغربي قال لهم خاصكم باش نجوا نشاركوا في هذا الشان خاصكم تفتحوا لنا طريق سبيسيال لينا، طريق جوي يعني يجوا بالطائره والخطوط الجويه تاعهم هنا الجزائر. الجزائريين السياسيين تاعنا قالوا لهم لا، هذا الشيء ماشي مقبول، قالوا لهم ارواحوا مرحبا بكم شاركوا كما جيتوا في العاب البحر المتوسط اللي قامت في وهران. عاودوا يجاوبوا عليهم المنتخب المغربي وخصوصا مدير الاتحاديه تاعهم هو لقجع، مهم حاجه نكوته لقجع، قال لهم لا خصكم تفتحوا لنا طريق جوي باش نجيو نلعبوا عندكم. عاودوا جزائريين قالوا لهم كاين حل واحد اخر، كي دخلت
بيناتهم الفيفا وكاع، قالوا لهم صح غادي تجوا من خط جوي ديريكت من المغرب عندنا، ما تفوتوش لاسبانيا وتجوا عندنا. قالوا لهم لكن ما تجوش بالخطوط الجويه تاعكم، خاصكم تجوا بخطوط جويه اخرى، يعني خطوط جويه اسبانيه او خطوط جويه فرنسيه، ارواحوا مرحبا بكم. عاودوا يجاوبوهم المغاربه قالوا لهم لا ما نجوش. وكي راه عندهم رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم كاع اللي حكم الفيفا الفانتينو راه عندهم تما، شدارو المنتخب المغربي للمحليين راحوا للمطار، وكي راه الفانتينو تما قاهم في المطار قالوا لهم بلي ما خلاوناش نفوتوا. تما هنا شفنا تلاعب من السلطات المغربيه باش يردوا السبب في الجزائر، وهذا الشيء تواحد من قبله على بلاد اخوتي، سواء تكون مغربي او جزائري او تونسي ما تقبلش هذا الشيء، باين بلي خلافات سياسيه توجد هذه ما ننكروهاش، لكن الجزائريين قدروا يقدموا تنازلات باش يجي المنتخب المغربي الشقيق ويشارك هنايا، لكن كما قلت لكم المنتخب المحلي المغربي ما بغاش يجي بقياده رئيس اتحاديه تاعه لغجع، ما بغاوش يجوا، ولقاو سبب مقنع قدموه الرئيس الفاف الفانتينو، قالوا له السبب ماشي فينا، السبب في الجزائريين. وايضا باش نزيد نقدم لكم شيء بلي الجزائر كانت باغيه المنتخب المغربي يجي يلعب عندنا، وجدت لهم اوتيل كبير واقامه كبيره فندق في مدينه قسنطينه وما بغاوش يجوا، كان واجد تاعهم سبيسيال مجدين لهم باش يجوا، لكن ايضا ما قبلوش. المهم خوتي دروك انا غادي نمد رايي، هذا الشيء دروك كاع اللي هدرت فيه هذا ماشي رايي، هذا الصحف شا تقول وكاع الاخبار شا راهي تقول، لكن دروك انا غادي نمد رايي في الموضوع. رايي في الموضوع هو نتمنى انه هادو الخلافات السياسيه يكملوا، خصوصا انه الشعب متحاب في بعضه، القليل من الفئتين يوجد فيه من الجزائريين اللي يبغوا الفتنه وكاع، وكاين من المغاربه اللي يبغوا الفتنه وكاع. تلقوهم عندي في لي كومونتير تهود، ولا كاين اللي يسمع هذه هضرتي ما تعجبهاش يدير كومونتير ماشي شباب، سواء جزائري ولا مغربي. المهم خوتي انا مانيش نهضر على حاجه، مانيش بين ندخل في السياسه، مانيش بين ندخل في بزاف صوالح، انا غير راني نهضر، انا ننقل الاخبار وراني نجيبها انا اليوتيوب ونديرها لكم على طريق الكره، انا سياسه خاطيني هذه تجي نعاودها لكم. انا نبغي بلادي الحاجه الاولى، ونبغي جميع المسلمين جميع اخواتي، نتمنى ما يكونش بيناتنا صراعات، ونتمنى تكون دائما بيناتنا المحبه والاخوه خصوصا بين الشعبين، ونتمنى دائما نكونوا متحدين وقوه واحده وشعب واحد وقلب واحد وشعار واحد. وهذا هو اخوتي رايي على الموضوع، نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، لنا الاعجاب تاعكم خلي لي لايك، ولا انت معايا في الراي تاعي خلي لي شي كومونتير شباب، ودير ابوني فلاش الا ماكش مابوني، وميرسي عليكم خوتي، وداعا نشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي، باي تشاو تهلاو في روحكم. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything.